الخطوره بس ما هتكمل او مش هتكمل، لكن الخطوره بمكان، وده اللي لازم اقف امامه، فكره ادعاء علم الغيب. لان الله انزل قرانا قطعي الثبوت قطعي الدلاله، قال فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. لو هي بينزل عليها وحي والله تتفضل تقول لنا، لكن النهارده احنا بنحاول زي النبي ما قال لنا ان احنا هنتبع سنن الاخرين المختلفين، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه وراءهم. بنقلد تقليد اعمى. انت عارفه هناك بعض الفنانين في الغرب ما بيشربش القهوه بتاعته الا لما بيشوف المنجم هيقول له ايه النهارده، هتعمل ايه. والحديث كذب المنجمون ولو صدقوا. يعني ليلى عبد اللطيف اكذوبه؟ بكل تاكيد اكذوبه. طب بتعرف الحاجات دي منين؟ ما انا بقول لحضرتك انا لما اجي. هل موضوع الجن اللي انا قلته ده واقع وارد؟ لا، موضوع الجن ده اتحسم يعني، وانا 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 بشكر الاستاذ طارق على انه يعني حتى هو مؤيد، قال لك ده ضد الدين. ليه ضد الدين؟ لان ربنا سبحانه وتعالى علمنا الكلام ده وحسمه لما كان الشياطين بيسترقوا السمع، وربنا سبحانه وتعالى جعل النجوم رجما للشياطين، فهي هنا قطع الطريق على ما يسمى باستراق السمع. والكلام ده ورد ذكره في أكثر من موضع، وعلى سبيل المثال في سورة الملك وجعلناه رجوما للشياطين. يعني كل من اقترب بنية استراق السمع ومحاولة التدخل في الأقدار وادعاء علم الغيب، فحكم الله عز وجل عليه بالنهاية المحتومة. أيوة، يعني إذا بيحصل شيخ إبراهيم؟ لا، ما بيحصلش. يعني أنت يعني إجابتك عليا إنه ما فيش حاجة اسمها بخاوي جن؟ لا لا لا، ينقل معلومات؟ لا، دي جديدة عليا دي. أنا طول عمري أسمع إنه في جن صالح بيروح يجيب معلومات ويستمع ويأتي بالمعلومة. لا، فهل ده كله لا أصل له في دين الله؟ أمال كلمة مخاوي دي جت من إيه؟ ما أنا هقول لك، في حاجة إحنا بنسميها كده في التراث التدين الشعبي. يعني التدين الشعبي إنك تنزلي قرية من القرى يقول لك فلان مخاوي، فيجي عيل يعني شاب عايز يتجوز يقولوا له النبي روح قدم فرائض الولاء والقرابين بتاع الطاعة علشان الراجل ده ما يعملش عملية ربط. ليه؟ لأنه مخاوي. فده أكل عيش، أي نعم هو أكل عيش مسموم وحرام، لكن ده اسمه تدين شعبي. طيب شيخ إبراهيم، إحنا طبعا معترفين بالسحر والعمل، صح؟ معاك، اتفضلي. أنت معايا في دي؟ معاك، اتفضلي. طيب هل وارد، لأنه المعلومة اللي عايزة أقولها إنه الطلاق اللي بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز كان عن طريق التليفون، لأنه أحمد سافر يوم 9 دبي عشان يحضر العرض الخاص، ومن دبي راح الرياض وما جاش لحد النهاردة. فهل تغير أحمد إنه ممكن يكون، أصل عايز أقول لك حاجة، حكاية الاحتفال بالعرض دي مش طوارئ، مش طوارئ. يعني أنا ممكن أبقى أجي لزوجتي مخصوص عشان أحتفل بيها وأمشي أروح، إنما كون إن أنا أبعت لها معايدة على السوشيال ميديا فدي مهينة. أنا بتكلم في حال، أنا فيش ولا حاجة من اللي بقولها على فكرة خبر، أنا بقول كل السيناريوهات. فإيه اللي يخلي هذا الطلاق يقع في التليفون وبهذه السرعة وهم علاقتهم لا أحد يتوقع؟ بس أنت حضرتك قلت إنه الزيجة دي جت بسرعة بسبب، وأنا ما ركزتش معلش في الحتة اللي هي كانت عايز تقول، إن اللي أنا فهمته إنه كانت ياسمين في حالة لا تسمح لها بالتعقل في الاختيار،
بعد انفصالها عن زوجها الاولاني؟ لا، خلينا نقول حاجه. واحنا بنعلق بيبقى لينا مساحه بنحاول فيها ان احنا احنا بنقول سيناريوهات وليس وقائع ولا حقائق. ما هو انا مش هقدر اقول سيناريو يقلل من طرف، واخد بال حضرتك؟ بس هي القصه في ايه؟ القصه ان احنا ندرك، والناس اللي بتشوفنا تتعلم حاجه مهمه، ان اخطر ما في القضيه مش ان اتنين اتطلقوا، لان ده وارد يعني كلنا بمر بالظروف دي في حياتنا. لكن القضيه النهارده الراي العام بقى ترند ليه؟ علشان بقى في فتنه، الفتنه ان في شخصيه معينه بتدعي ان هي عندها القدره على انها تقول دكتوره بسمه هيحصلها كذا السنه دي، الفنان فلان هيحصل له كذا السنه دي، لدرجه ان بعض الفنانين بقوا عندهم حته ايمان شديد ببعض هذه النماذج وبعض هذه الشخصيات. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك، كان يعني على سبيل المثال حد في الشرقيه كان كانهم بيحجوا له وبيروحوا له ويسالوه هيحصل لي ايه وهيجرى لي ايه وغيرها من الاماكن. فخلينا نقول ان هذا لا اصل له في دين الله، وان ده لو قدر وصادف واقع فبيبقى من باب المصادفة. طيب، اللي النبي قال عنها كذب المنجمون ولو صدقوا. طيب، آخر سؤال لشيخ إبراهيم. ولو صدقوا، هل يجوز الطلاق عبر الهاتف؟ طيب خليني أقول حاجة مهمة. لا أنا عايزك بقى تجاوبني بقى على طول. طيب، الطلاق عبر الهاتف لو راجل قال لي زوجته أنت طالق، وإحنا عندنا إشكالية في موضوع الطلاق الشفوي وغيره، هنظل بناخد بالحكم القديم اللي هو ان الطلاق يقع طالما صاحبه اذا 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 طلب وقلنا له انت طلقت قال ايوه انا مطلق، يثبت وتقع طلقه. يعني اذا كان في نيته فعلا انه يطلق، ده الراجل طلع على السوشيال ميديا كتب على صفحته، بس النيه محدش دخل فيها، ممكن تكون حاله من الغضب، رد فعل من الغضب. لا، ما بنتكلمش في حاله من الغضب، بنتكلم في حاجه انه اعلن امام الامه باسرها مش امام العيله ان مراته طالق. بس ده كان رد فعل البوست اللي رسمين نزلته، وانا اعتقد هو النهارده كان في الشهر يا اولاد. ما هيطلعوا على الفيس يا دكتور. النهارده 16. يعني انا اظن انه كان ممكن يعني احمد وصل للقاهره يوم 12 من الرياض. ما نقدر اطلع غياب يا دكتور. حيرتني معاك يا شيخ ابراهيم. ليه يا فندم اللي احنا بنتعامل معاه؟ كان نفسي انه هذا الطلاق انه يعني يكون لا يتم، لانه لا نتمنى لياسمين عبد العزيز ولا لاحمد العوضي هؤلاء يعني الثنائي اللي احنا حقيقي حبيناهم في الحقيقه وفي الفن. طب ايه رايك من خلال منبر حضرتك احنا بنوجه مناشده ليهم الاثنين، اذا كان بالامكان ان يكون هناك استقرار وجمع للم شمل العائله الكريمه، فهي دعوه من خلال منبر 90 دقيقه، من خلال الدكتوره بسمه، من خلالي انا ابراهيم رضا، من خلال المحبين، لاننا بنتعامل مع شخصيتين اجمل من بعض، وبنقول لهم نتمنى عليكم ان يكون ده خبر غير صادق وانكم انا عندي احساس انه مثلا هتطلع ياسمين تقول انه ده كان اسم المسلسل بتاعي. أتمنى. الجمله اللي كتبتها اتمنى، لان هم في لاني بتاعها. مش قادره اصدق انه هذا الثنائي يحصل بينهم وبين بعض كده، وخصوصا في سيناريوهات انا مش حابه اعلن عنها اتقالت يعني منها بسبب مشاكل جوه الكواليس بتاعه فيلم احمد العوضي اللي هو الاسكندراني، في يعني في ريحه غيره، في ريحه انثى. طب انا عايز اقول لك حاجه مهمه. عايز اقول لك حاجه مهمه، هو اللي بيعرف الغيب بيعرفه بصفه مطلقه ولا خاص بطائفه معينه؟ يعني ليه اللي هي ليلى لما بتطلع تتكهن بالكلام ده ليه ما بتتكلمش الا على الفنانين والمشاهير؟ يعني هو ده قطاع هي يعني واخده
علم غيب تخصص فنانين وبلاد. ما احنا عارفين ان الفن دايما الطلاق فيه بيبقى سريع نتيجة لاختلاف طبيعة الحياة. يعني احنا لا بنذم ولا بنمدح، ولكن معروف ان المشاهير دايما سيرتهم وتداول اخبارهم، فبالتالي احنا عارفين ان هم اكتر ناس عرضة لموضوع الطلاق الكثير. طب انت لو بتدعي المعرفة، هي المعرفة دي جاية للفنانين بس للمشاهير بس؟ فهنا انا بقول تاني وتالت ان سيدنا النبي لما حذرنا عليه افضل الصلاة والسلام قال من ذهب الى عراف فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، وفي رواية ومن ذهب اليه ولم يصدقه، حتى لو رايح كده يجرب او من باب الفضول، فقد ضاعت منه عبادة 40 ليلة. فاحنا محتاجين هنا نقول للست ليلى علينا ان احنا نتقي الله وعلينا ان احنا نعود. ووارد برضو يا مولانا انه يكون لم يقع الطلاق، ولكن يعني هي كلمة عند بن ياسمين انه ده، طب انا بقى يعني انا عايزة اتطلق، واحمد ابن بلد، انا متأكدة ان احمد مش اول ما ياسمين هتقول له طلقني هيقول لها يلا انت طالق، احمد ابن بلد ما يعملش كده، هيقول لها لا مش هطلق. وحتى لو الطلاق وقع فهذا لا يجعلنا أبدا نتشكك في أن الله تبارك وتعالى خص ذاته بعلم الغيب. وهرجع تاني وأقول لك سؤالنا اللالادي للأستاذة ليلى، تاريخ وفاتك إيه؟ بشكرك جدا.